عم الحج عبد الواحد مدد يا شيخ محمود يا عمي يا ابو شامة العزف في الحب هيا بس لو يرضى الحبيب بس لو يرضى اما بعده شقي جنن شقي يزيد النار لهيب قالوا نجيب لك مداوي قلت لا ينفع طبيب كل علة وليها مداوي كل جرح وليه طبيب الناس يداويها المداوي واحنا دوانا الحبيب جميل يا مولانا صلاة النبي عليك عشان المكان ده مؤسس تعزيز وشلها اصحابها حبيبي ان كنت في دعوى المحبة صادقا تجرد وقم وانهض الى باب عزنا الله 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 وقف سحرا واخضع وكن متذللا وقبل سرى اعتابنا تبلغ المنى قبل سرى اعتابنا تبلغ المنى قف سحرا واخضع وكن متذللا قبل سارة اعتبنا تبلغ المنى قبل سارة اعتبنا تبلغ المنى إن كنت في دعوى المحبة صادقا تجرد وقوم وانهض إلى باب عزنا يا رب قف سحرا واخضع وكن متذللا وقبل سارا اعتبنا تبلغ المنى فما شربونا يا حيا بيجي كله ميت ورضاؤنا يشفي العليل من الضنا ساقوني ألا البيت ساقوني وقالوا موت متغرما بحبنا إذا شئت أن تحيا وتحظى بقربنا إذا شئت أن
تحيا وتحظى بقربنا موت الفتى في الحب راحة قلبي فموت الفتى فموت الفتى نعم في الحب راحة قلبي إذا مات من حر الصبابة والعنا موت الفتى في الحب راحة قلبي إذا مات من حر الصبابة والعنا آل البيت يا آل البيت يا آل البيت يا كرام سقوني وقالوا موت غراما بحبنا إذا شئت أن تحيا وتحظى بقربنا سقوني وقالوا موت غراما بحبنا إذا شئت أن تحيا وتحظى بقربنا فموت الفتى في الحب راحة قلبي إذا مات من حر الصبابة والعنا موت الفتى في الحب راحة قلبي فموت الفتى في الحب راحة قلبي إذا مات من حر الصبابة والعنا انت حبيت سيدنا النبي وآل البيت حبي زي ما تحبي بس لو حبيت تكون حساس ياللي انت حبيت سيدنا النبي وآل البيت ما تخافش من ملام الناس حبي زي ما تحب بس لو حبيت تيكون حساس وانشغل بعيوبك واترك عيوب عيوب الناس السيدة زينب السيدة 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 زينب
وقل يا جدي راعي الناس.